بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضرتك. مبدئيا الفيديو ده مش للشحات ولا للتسول اطلاقا، ده ضرب مثال لا اكثر ولا اقل. انا بدي مثال اللي بيحصل في برشلونه حاليا بالقناه بتاعتي. القناه بتاعتي دلوقتي قناه صغيره، قناه فيها ازمه نوعا ما من حيث الصوره. الصوره بتلاقي ان هي فيها مشكله، والصوره بتلاقي ان في قنوات تانية كتير بتقدم محتوى بنفس الطريقه اللي انا بقدمها، بس بتلاقي ان الصوره عندهم ممتازه جدا والصوره 4K. فهنا في مشاكل تصويريه، فده محتاجين ان احنا نجيب كاميرات حلوه علشان خاطر الصوره تطلع ممتازه. وفي مشاكل كمان من ناحيه الصوت، احنا محتاجين مايكات. ويا سلام بقى لو عملنا استوديو ورانا بدل السكرين الخضراء دي، هيكون وقتها محتوى جميل ومحتوى رائع. ايه بقى الازمه في ان انت تعمل كل ده؟ مفيش اموال. ودي اللي مخلينا مكملين بنفس الطريقه اللي احنا مشتغلين بيها، اللي هو مفيش اموال، فانت مضطر تكمل بالحاله اللي انت بدات عليها. دي بقى المشكله عندنا في برشلونه، ان برشلونه محتاج ثوره وثوره تصحيح، ومحتاجين نعمل حرفيا ثوره كبيره جدا، نمشي لعيبه كتير من الفريق ونروح نتعاقد مع صفقات هتكلف النادي وتكلف خزينه النادي ملايين، وتكلف النادي حاجات كمان ممكن توصل لربع مليار نص مليار. والمشكله ان النادي لا يحتوي على سيوله حاليا. برشلونه بيعاني من ازمه اموال، وبيعاني من ازمه افلاس كان تاركها بارتيمو للاداره اللي هتيجي جديد. والمشكله ان لابورتا اول ما جه لان هو بيعاني في نفس المشاكل اللي بارتيمو سايبها له. النادي ما فيهوش فلوس وما فيش جماهير، والكامب نو ما بيدخلش الفلوس اللي كان بيدخلها قبل كده، سياحه او جماهير او اي حاجه، والفريق قيمته بدات تنهار سوقيا، وغير المشاكل الكتير اللي موجوده عندك في الرواتب. فده معناه ايه؟ انك مش تعمل ماركاتو قوي، معناه انك مش هتروح تجيب لعيب زي هالاند، او تروح تجيب لعيب زي امبابي، او تروح تجيب لعيب زي صلاح، او تروح تجيب لعيب زي ماني. لا، انت محتاج ان انت تبص على اللعيبه اللي هم سعرهم اقل. ويا سلام بقى لو لعيبه جالك فري. اللعيبه اللي جالك فري دي واحد زي اريك جارسيا ممكن يحل لك ازمه دفاعيه، بس ازمه دفاعيه هيكون موجود على الدكه، لان اريك جارسيا المباراه بتاع لسه سيتي اثبتت لبيب جوارديولا ان هو ما ينفعش يكمل ديريك جارسيا ده، انه لازم يبيع ايريك جارسيا ده او يتخلص منه ويروح يجيب مدافع محترم. وفعلا الراجل جاب روبن دياز وقعد ايريك جارسيا على الدكه، وما عطلوش تاني غير ماتشين ثلاثه كده كان الفريق خلص كل حاجه في الدوري. وده معناه ان ايريك جارسيا ده ما ينفعش تحطه اساسي. اللي ممكن ياخد دلوقتي في برشلونه وممكن يكون واحد من هدافين الدوري اجويرو. اجويرو السنه دي في الدوري الانجليزي ما كانش قادر يمشي، اجويرو كان بيعاني من مشاكل في ريتم مانشستر سيتي اللي كان سريع جدا عليه، بس هو لما يروح فريق زي برشلونه مع الدوري الاسباني وريتمه البطيء، اعتقد ان اجويرو هيكون مؤثر جدا مع طريقه برشلونه. غير ان احنا اساسا مش جايبين اجويرو عشان خاطر طريقه، ولا جايبينه عشان خاطر هداف، احنا جايبينه عشان خاطر نرضي ميسي. احنا مشينا لك سواريز السنه اللي فاتت وزعلناك، هنجيب لك السنه دي اجويرو. صديقك، والراجل هيكون واحد من ضمن الداعمين ليك في الخط الهجومي، وتعرض بصل بعض وتسجلوا مع بعض واثنين ارجنتينيين بقى مع بعض. غير ان اجويرو متفقين احنا بدايه ان هو ممكن يخلص هداف الدوري السنه الجايه مرتاح. مشكلتي بقى مع جيني فينالدو. جيني فينالدو انا كنت رافض جدا فكره ترشحه لان هو ينتقل لبرشلونه، لان فينالدو عمل موسم ولا اسوء السنه دي في ليفربول. جيني فينالدو كان حرفيا هو الاسوء في وسط ملعب ليفربول. الراجل لا كان بيعرف يعمل اسيستات هجوميه، ولا كان بيعرف يسجل، ولا كمان كان بيعرف يدافع. فجيني فينالدو كان عامل اداء سيء مع ليفربول ما يخلوش اساسا مرشح للانتقال لاي فريق كبير. فانت لما تروح تجيب لي جيني فينالدو علشان خاطر دخل في الصفقه اخو ميسي بقى وكيل في الصفقه، والراجل خلص الصفقه لبرشلونه، دي حاجه مش مقبوله الا لو انت برضو عايز تضرب بيها ميسي. قررت انك عايز تكمل وتروح تجيب الصفقات اللي كومان عايزها، ممفيس دبي دي بقى الصفقه الوحيده اللي انا متفق عليها. ممفيس دبي زي اجويرو، لو حطيته في الدوري الاسباني هيعرف ان هو يكون من الهدافين، وهيعرف ان هو يكون من اللعيبه المؤثرين جدا في الدوري الاسباني، لان الدوري الاسباني رتمه مش سريع مش قوي. فلعيبه كوره زي ممفيس دبي واجويرو هيعرفوا يلعبوا حتى لو هم مش في كامل لياقتهم البدنيه، عكس طبعا جيني فينالدو واريك جارسيا. مشكلتي الاكبر بقى هي مع كومان. كنت ممكن مثلا تطلع مدرب بتاع لاماسيا تمسكه السنه الجايه، لان كومان واضح ان هو ما عندوش افكار فنيه جديده يقدر يقدمها للفريق بعد 3-5-2. غير كمان تصريح سواريز اللي اثبت للعلن والناس كلها ان كومان مدرب بلا شخصيه، وان كل البروباجندا اللي برشلونه كانت بتعملها لكومان في البدايه حوالين ان هو بيطلب اللعيبه وقوه شخصيه كومان، وكومان طلب من سواريز ان هو مش في المشروع بتاعه، وطلب من مش عارف مين ان هو مش هيكون ضمن خططه واخباره، كل ده سواريز ضربه بالمسدس بتاعه لما قال ان رونالدو كومان قال ان انا ما عنديش اي مشكله شخصيه معاك، مشكلتك كلها مع الاداره، لو خلصت مشكلتك مع الاداره هلعب بيك الماتش الجاي. وده اللي بيثبت حرفيا ان رونالدو كومان عباره عن فقاعه اعلاميه اتحطت بان هو قوي الشخصيه، وهو لا كان قوي الشخصيه ولا اي حاجه. وده اثبته لنا نهايه الموسم باللعيبه اللي هو رجعهم علشان خاطر مجبر ان هو يلعبهم، لما قال ان سيرجيو روبرتو واحد من ضمن الدعائم الاساسيه في الفريق ومن ابناء لاماسيا، وقتها حط سيرجيو روبرتو جوه الملعب وقتها خسرنا الدوري. لما رجع بيكيه حط بيكيه على روخه وبرده لبسنا الدوري. فحته رونالدو كومان التسويلي فشلت فشل رهيب. فانا مشكلتي ان انت هتكمل موسم مع رونالدو كومان، مش مشكلتي انك تروح تجيب لي صفقات فري اطلاقا، لاني عارف وضعك المادي، عارف ان احنا ما فيش فلوس، عارف ان احنا منتظرين لما يجي فلوس
نبقى نجيب صفقات محترمه، نبقى نعمل الثروه اللي احنا عايزينها، لان خلاص مفيش اي مدير فني عاقل او مدير فني كبير بيصنف من كلاس ايه او كلاس بي ممكن يشتغل مع المجموعه دي، لان الشغل معاهم صعب ان لم يكن مستحيل. فانت محتاج ان انت تعمل ثوره وتروح تعمل تعاقدات، بس انت ما معكش فلوس علشان خاطر تعمل الثوره والتعاقدات دي، فانت مضطر تكمل لحد ما ربنا يكرم والفلوس تيجي، ووقتها ممكن تعمل ثوره وممكن تعمل تعاقدات كبيره. ده اللي انا شايفه في قضيه برشلونه، علشان كده مش زعلان قوي من التعاقد مع الاربع لعيبه دول. هم اربع لعيبه نوعا ما مش بالمستوى اللي احنا كنا بنحلم بيه، بس مع الاسف الشرير عزيزي الاموال تحكم في حاجات كتير. اوعى تاخد برضو قصه ضرب المثال بتاع قناتي ده في ان انا بطلب منك انك تدعمني غصب عنك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش انزل اعمل ديسلايك عادي يا صديقي، ولا يهمك القصه اللي انا حكيتها دي بتاتا. انا مش بتسول يا جماعه هنا في القناه، انا بدي مثال بس لا اكثر ولا اقل.